أنا حامل. إيه؟ غورف دهية بتقول لي إيه؟ حملت؟ حملت قبل ما تتجوز تعمل إيه؟ بنت لسه متخرجة موهوبة في شغلها جدا وكانت بتأدي بشكل رائع، الناس كلها حباها لحد ما بقت مذيعة برنامج. في أول مرة تصور فيها أيلي بطنها قلبت وما كانتش عارفة تتحكم في نفسها، الزميل قال أوعي تقولي إنها حامل. أيلي سمعت الكلام ده اتوترت فافتكرت إنه من شهر فات راحت لبار تلعب وتحتفل بترقيتها. طلعت التليفون ورت أختها الولد اللي مارس معاها العلاقة الحميمة وهو سكران، ولد بشعر اصفر كيرلي. خرجوا هما الاثنين واشتروا كل حاجه لفحص الحمل والنتيجه ما كانتش متوقعه، حامل فعلا. ايلي اتحطمت نفسيا مش عارفه تعمل ايه. اختها قالت لها نكلم الولد وبعدها تشوفوا هتعملوا ايه، بس ما معاهمش حتى رقمه، ما كانش معاهم غير ايميل لي. طلع واحد عايش حياته بفوضويه اصلا وفاضي ما يعرفش حاجه غير اللعب مع اخواته، ودي كانت اول مره بنت تبادر في مكالمته. لا وكمان بنت حلوه فتحمس اوفر وجري للميعاد على طول، بس ما عداش كتير والضحكه اختفت من على وشه، وكان مضطر كمان انه ياخدها للمستشفى، وكانوا مستنيين على امل ان الحمل يكون خاطئ، بس اللي جاهز وراهم ان الطفل جوه. الولد ما بقاش عارف يقول ايه، ايلي بدات تعيط من الحزن كمان. بن رجع بيته ومش عارف يعمل ايه، ناس بتقول له خليها تسقط وخلاص، وناس بتقول له خليك راجل وتحمل المسؤوليه وخليك مع طفلك لحد ما يكبر. الام قالت لها تسقطه لانها مش عايزه مستقبل بنتها يبوظ بسبب طفل جاي غلط اصلا، بس ابو بن كان كويس جدا وكان حاسس ان ده شيء حلو ومفرح مش مصيبه يعني. بن سال ابوه وقال له ما تقول لي بصراحه، ندمت قبل كده اللحظه انك خلفتني؟ لو ما كنتش جيت للعالم ده فاكيد كنت هتخلص من ازعاج كبير. قال له لا ابدا، انا بحبك وكمان انا شايف انك احلى هديه ادتها لي الحياه. ايلي اتصلت ببن بعدها بفتره وقالت له هي بتعيط انها قررت انها تسقط الطفل. بن قال لها مش كل حاجه بتحصل حسب خطه ولا الحياه بتمشي زي ما انا وانت عايزين، احنا لازم نتقبل اي حاجه مفاجاه القدر مرتبها لنا ونواجهها مع بعض. ايلي اتأثرت بكلامه وبقت مشوشة واتفقوا انهم يجتهدوا علشان حياتهم الجديدة وجربوا كمان يعاشروا بعض. ايلي راحت لبيت بن وقابلت اصحابه، طريقة كلامهم والفاظهم خلتها محرجة جدا. لحسن الحظ بن كان بيتعامل كويس، راحوا المول يتفرجوا على ملابس الاطفال واشتروا كتب اطفال كمان، بن كان بيضحكها كتير ومسكوا ايد بعض زي الحبايب بجد. بن كمان اتعرف على عيلتها، الطفلين عمالين يسألوا. الاخت الكبيرة قالت لها هو بن لما بيلعب مع الاطفال بيقلب كلب؟ لا وكمان بجين ومش شبه واحد عنده 20 سنة. بعدها بدأوا هما الاثنين يتكلموا مع بعض. زوج الأخت قال مجيء الطفل معاه تغير كبير، أول حاجة محتاج فلوس بس يشغل بن بتاع الألعاب ده فهيعيش بالعافية. وكانوا مبسوطين جدا في الأول، بيروح معاها للفحص والرياضة وفي لمح البصر عدى 16 أسبوع وبطنها كبرت ووسطها بدأ يتغير كمان. لحسن الحظ مصممة الملابس كانت بتساعدها في إخفاء حملها واختارت لها ملابس مش مكشوفة أوي لده. زوج الأخت كمان كان بيتجادل في موضوع الطفل وبيهجم دايما على بن بالكلام في عين الاب مهما كانت الحياه، وهنا بن خلى ايلي تزعل. الاخت شايفه سرير الاطفال الغالي عايزه، بس بن قال غالي قوي، طب ما نروح نشتري واحد من السوق وخلاص. بس لما الاخت قالت انها عاوزه تشتريه ليهم فضحك وانبسط. في الحقيقه ايلي ما كانتش معجبه بيه قوي اصلا، قابلت ناس تعرفهم صدفه وعرفت بن على انه صديقها. بن كان متعصب فرجع يشتكي لجوز اختها، هو انا اكسف قوي كده، عاوز يوعد ايلي وينفذ وعده بس حتى مش قادر يشتري لها خاتم. فجاب علبه فاضيه وطلب منها الزواج وقال انا مش معايا فلوس دلوقتي بس انا لقيت قطعه جميله بدبرز فممكن تتجوزيني لاني بحبك. ايلي اتاثرت بكلامه بس ما وافقتش على طول لان كل حاجه مفاجاه جدا بالنسبه ليها دلوقتي، فنفسها يسيب لها وقت تفكر. في نفس الوقت الاخت وجثه بتحصل بينهم مشاكل، لقت ان جثه دايما بيكون مزعج مؤخرا فحاسه انه بيخونها، فبدات تدور على اي دليل باي طريقه. وهي غرقانه في النوم بالليل لقت البيت كله بيتزلزل فجاه، بن طلع ايلي وهو بيحميها لبره. الزلزال عدى بسرعه وما حصل لهمش حاجه، بن كان لسه عايز يتفاخر انه انقذها بس لا ايلي متضايقه جدا فبدا يشتكي من ده. وعدى 28 اسبوع على الحمل والاخت ديبي لقت دليل على خيانه جثه اخيرا فاخدتهم ترقبه. الباب كان مفتوح فدخلوا خلسه، قعدوا يدوروا كتير وما لقوش الولد بره. وهم جايين يمشوا بقى سمعوا صوت كام واحد بره، طلع ان جثه ضحك عليها انه في اجتماع علشان يتجمع مع اصحابه ويلعب بس، وده عصب ديبي كتير. اتعصبت لانه عنده وقت يلعب بس ما عندوش وقت يقعد معاهم. الزوج فسر لها وقال انه بس محتاج يكون ليه حياه شخصيه ولو قليل، وهي ديب يعني مش نفسها في حياه خاصه هي كمان، وسابوا بعض على خناقه. ايلي اتعصبت لاختها وعاوزه تتصدر، شايفه ان جوز اختها اناني وحقير، بس بن كان عنده راي تاني، هو انا علشان اتجوز هخسر حياتي واصحابي كمان وعلى كده خلاف اتنين تانيين. وايلي بدات تتعصب عليه جامد، انا ضحيت بشغلي وجسمي وشبابي وشرفي، ايوه شرفي، ما انا بعد مولد مش هرجع زي الاول تاني.
خلاص ماشي، اعملي عملية وارجعي زي الأول وانا هدفع. هتدفع ايه على دماغك؟ انت معكش فلوس حتى تشتري مكرونة. تمام انت صح. انزل من السيارة. وفعلا طردت بن من السيارة. البنت بدأت تتخن اكتر وبدأت تتضايق، وبين كمان جاء في موعد الفحص. ايلي لما شافته اتعصبت اكتر وما قالش اي حاجة الا وتعرضه واتخانقوا. شايفها بتتخانق من غير سبب وبقت عصبية جدا. ايلي شايفاه عديم المسؤولية والحياة معاه صعبة، وشتمته وهي بتعيط وقالت له ننفصل. كده كده كل واحد منهم عايش في عالم تاني مش متناسبين. بن اتعصب هو كمان، فلف وساب المستشفى ومشي. بس بعدها ندم ورجع يترجاها يرجعوا. بس ايلي اخدت قرارها مش تمشي معاه، ويتغيروا مع بعض علشان الطفل. وشاف الجوز اختها كمثال مش متناسبين، فدايما في مشاكل فبلاش. بن اتصل بابوه يزعق. الاب قال له ممكن تشتكي في اي وقت، بس اللي هيتحمل المسؤولية في الاخر انت. اما بالنسبة لهيعمل ايه فالقرار كله في ايده. بن اتغير اخيرا علشان يقدر يسترد زوجته وابنه، وبدأ يشتغل بجد. وبعدها كسب فلوس اجر بيت نقل مع صاحبه فيه، وبعدها اشترى ملابس اطفال وجهز غرفة الام والطفل. المدير كان عايز ايلي في المكتب، وكانت خايفة جدا لا تطرد لانها حامل. بس المدير ما قالش حاجة على انها خبت موضوع انها حامل، انما ترقت كمان. ولما كانت بتسأل اسئلة في الشارع الجماهير حبوا المذيعة وهي حامل وجادة في شغلها. فالمحطة قررت انها تعمل برنامج عن الام الجادة. ايلي ما كانتش مصدقة الحظ اللي الطفل جابه ليها. بعدها بكام يوم الاخت وعيلتها خرجوا في اجازة. ايلي كانت في البيت وبطنها بدأت توجعها. ايلي كانت متفقة مع طبيب للولادة بس كان بره المدينة، بس هي مش بتثق في غير الدكتور ده. ما بقتش عارفة تعمل ايه. اتصلت ببن. بن جه بسرعة لقى ايلي بترتاح في البانيو. لقاه بيقول حاجات مهمة عن مرحلتها. طلع انه قرأ عن كتب الاطفال فحست بالسعادة وارتاحت. والطبيب اخيرا جه. وبن كان دايما بيدلكها، بس الدكتور الموجود هو اكتر دكتور ايلي بتكرهه. قرر انه يديها حقن علشان تولد اسرع لاسباب خاصة. ايلي مش موافقة نهائي، فضلت مستنية لحد ما ولدته طبيعي. الدكتور اصر على رأيه وقال لهم طب لو حصل مشكلة اتحملوا انتوا المسؤولية. بن لحقوا يكلموا وترجع انه يكون الطف مع ايلي، دي اول مرة تولد فيها فاكيد هتخاف. فدخل الدكتور بكل تواضع وقال لها سبب الحقنة بكل هدوء والنتيجة واحدة. ايلي عرفت ان بن مظبط ده كله، وقالت له وهي بتعيط انا كنت هنسى الامبراطور الحقيقي. في الوقت ده الاخت وجثة جم. ديب اقترحت انها تكون مع اختها وهي بتولد، ونادت بن لبرا. ديب اسمعيني ما تتوقعش ان هسيبك تقعد ثانية كمان جوه معاها، لو اتجرأت تخطي خطوة للغرفة عندها هنادي الامن وهقول لهم ان في واحدة مجنونة هنا عاوزة تسرق طفلنا. فما تفكريش ان دي غرفتك، دي غرفتي انا دلوقتي، مكانك جنب جهاز البيبي هناك. ديب مشيت بس ما غضبتش، انما فرحت كمان، شكله اتغير فعلا. وايلي بتولد كانت بتعيط علشان بينج، بس فات الاوان. الممرضة قالت لها توطي صوتها شوية علشان ما تخوفش البنات اللي هتولد. ايلي اتعصبت وشتمت، وبعد الم طويل واخيرا خلفت الطفل. ايلي كانت حضناه برفق. الاب خرج وهو متحمس وبدا يحتفل مع اصحابه. بين كان بيلاعب الطفل علشان ينام وايلي نايمه. الاب كان عنده حق فعلا، الاطفال هم احلى هديه في الحياه. والفيلم خلص هنا بصوره عائليه ليهم. الطفل الجديد تيكو اكيد حياته لسه طويله، ووجوده كان احلى لحظه في حياتهم. خسر حريته وعمل عيله حتى لو ما كانش عامل حسابه في كم واحد زيه مستعدين للمسؤوليه. الكل بيقول ان حب الابوين هو انقى حب في العالم. تمام خلصنا هنا. متابعه ولايك، نتقابل الحلقه الجايه.